مشاهدينا مساء النور عليكم، مرحبا بكم في أولى حلقات برنامج الواقع هو هذا. كنرحبوا بكم ونتمنوا أنكم تكونوا على خير وفي أحسن أحوالكم. واليوم حطينا على مائدة النقاش وغنتكلموا على ظاهرة من الظواهر اللي عرفات واحد الظهور أو لواحد نمو أو لواحد الارتفاع خلال فترة الحجر الصحي. ولهذا الغرض اليوم حاضرين معنا ضيوف اللي مشرفينا واللي غيغنيو معنا النقاش. قبل ما نتكلم على بطبيعة الحال الحالة اللي غنسندو عليها النقاش ديالنا، نبغي نرحب بالضيوف ديالي، وغادي نبدا بالأستاذة مريم جمال الإدريسي، محامية وفاعلة حقوقية. مرحبا بك أستاذة مريم. الله يبارك فيك لالا سكينة، شكرا لك. شكرا لك. كنرحبوا ايضا بالاستاذه نورمان حلاوي، وهي محاميه من لبنان. اهلا وسهلا بك استاذه نورمان. اهلا وسهلا فيك وشكرا كثير على استضافتك معنا، استضافتنا معي. مرحبا بك. كنرحب ايضا بالاستاذه عفاف الرحالي، محاميه من تونس. مرحبا بك استاذه عفاف. شكرا، مرحبا بك ومرحبا بالجميع زميلات الكل، مرحبا بكم، مرحبا بالشعب المغربي. الله يكرمك، وتحية كبيرة لناس تونس بطبيعة الحال. كنرحب أيضا بالأستاذة سعاد بن مسعود، هي منسقة شبكة الفيدرالية رابطة الدفاع عن حقوق النساء. مرحبا بك للا سعاد. أهلا وسهلا، شكرا سكينة على الاستضافة، وفرصة سعيدة هذه اللقاء بك وبالمستمعين الكرام. وأنا أسعد، مرحبا بك. بداية للا سعاد، مي كنتكلموا على ظاهرة العنف ضد المرأة ومي كنتكلموا على الدفاع عن حقوق المرأة، هو يعني مطلب ومهمة عالمية، جميع النساء في العالم كينهضوا كيدافعوا على حقوق النساء. لكن الملاحظ أنه خلال فترة الحجر الصحي يعني نما الحديث أو كثر الحديث على ظاهرة العنف ضد النساء في هذه المرحلة بالضبط. غادي ندير إسقاط لحالة من الحالات، ربما كنستمعوا مرارا وتكرارا لحالات من العنف، والسيدات كيخرجوا من ديورهم وكيبحثوا على حلول، يعني بلجوءهم للجمعيات وبلجوءهم أيضا للقضاء. ولكن اليوم احنا في واحد الظرفية استثنائية اللي كنعيشوها جميع، واللي كنتمنوا أنها ترفع علينا يا ربي في القريب العاجل. مع ذلك ارتفعت النسبة ديال يعني الناس اللي كتصرح بالعنف الممارس ضدها. قبل ما نتكلموا عليها بشمولية، نبغي ندير إسقاط بداية بالمغرب، بحيث أنه يعني ربما إحدى الحالات اللي غنتكلموا عليها اليوم اللي تعرضت للعنف، تعرضت يعني الانتهاك الحرمة الإنسانية ديالها، وبغات تخرج من دارها ولكن ما كانش الامكانيه، لانه لقات قدامها السلطات اللي قالوا لها ما حقكش غادري بيت الزوجيه، فلقات نفسها الا وانها خصها ترجع مره اخرى للاهانه والضرب والتعنيف، وفي الوقت اللي ارتفعت هذه النسبه هذه. اهلا، دونك صحيح، يعني كل ما طرقتي له أستاذة هو صحيح، لأن كما قلتي العنفية ظاهرة عالمية وكتشمل بطبيعة حالة المغرب، وهي من بين المشاكل الأساسية، ولا من بين يعني كتعتبر حتى من الجانب الصحي مشكل من مشاكل الصحة العمومية، لأنها كتؤدي لوفاة العديد من النساء عبر العالم. وبالتالي هذه الظاهرة إلا كانت موجودة في الأيام العادية وبشكل عام، هي في الحجر الصحي غادي تنامى وغادي تضعف. علاش غادي تضعف؟ لأن كاين عدة اعتبارات وعدة ظروف، اللي أولا ديال الحجر الصحي والظروف المرتبطة به والضغوطات النفسية يعني داخل الأسر إلى غير ذلك، وبالإضافة لها أننا كنقولوا ذاك المعنف ولا ذاك الشخص اللي كيعنف الزوجة دياله ولا الأخت دياله ولا البنت دياله، يمكن في الأيام العادية كيكون مشغول وما كيكون شيء نهار كامل في البيت ربما، ولكن ظروف الحجر الصحي كتخلي التواجد ديال المعنف مع الضحية بشكل مستمر، وبالتالي الضغوطات كتكون أكثر
اكثر والعنف كيبان اكثر. تنامات كنعتقدوا ان هذه يمكن الارقام عندنا ارقام، ولكن كنعتقد ان الارقام اللي موجوده لا تعكس بالضروره الواقع الحالي. لان انا كنعتقد ان النساء اللي قدروا يصرحوا الحدود الان هما واحد القله بالمقارنه مع النساء اللي كيعانيوا بالعنف، علاش؟ لعده اعتبارات. اولا، رغم كل المجهودات اللي دارت سواء من القطاعات الحكوميه او من الجمعيات ديال المجتمع المدني، داروا عده منصات، دارت تجربه ديال الاستماع البعد اللي خاضوها جمعيه المجتمع المدني، ويمكن تخطط على المستوى الرسمي يعني، وحنايا فيدراليه رابطه حقوق النساء من الجمعيات اللي وضعت منصات ديال الاستماع والدعم النفسي والمساعده القانونيه ديال النساء. ولكن رغم كل هذا كنقولوا ان النساء اللي قدروا يوصلوا انهم اللي استطاعوا انهم يصرحوا واستطاعوا انهم يعيطوا في هذاك التليفون هما قله. علاش؟ لان الاكثريه يا اما ما عندهاش المعلومه، يا اما ما استطعتش، ما وصلت لهاش، ما عرفتش ان كاين ارقام اللي ممكن تتصل بها وممكن تواصل فيها وممكن تصرح فيها من العنف. هذا جانب. والجانب الاخر اللي ذكرته قبيله هو التواجد المستمر ديال المعنف مع الضحيه في البيت، وبالتالي باش تلقى الفرصه انها تهز داك التليفون وتعيط وتصرح، يعني كيكون الحدود ديالها قليله في هذا الجانب. بالاضافه للامكانيات الماديه واش عندها، باش يعني الامكانيات، واش عندها الهاتف معبأ، واش تقدر تجري الاتصال ولا ما تقدرش تجري. يعني هذه كلها ضغوطات اللي رافقت العمليه ديال واللي رافقت هذه الفتره ديال الحجر الصحي، واللي على قبلها كنعتبروا ان الاعداد، رغم كاين اعداد الى غير ذلك، ومن بعد يعني نتقاسم الاعداد اللي ربما وصلنا لها واللي قدرنا احنا نديروا لها الرصد خلال هذه الفتره ديال الحجر الصحي. ولكن رغم ذلك كنعتبروا انها يعني لا 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 تعبر عن الحقيقه، وكنعتقدوا ان ما بعد الحجر الصحي، ما بعد يعني هاد الضائقه، وما بعد الرفع ديال الحجر الصحي، غادي تبان واعداد اخرى وغتتفاقم بشكل اكبر. يعني ربما استاذه كيف ما شرتي لنا، الواقع قد يكون نوعا ما بعيد عن الارقام الحاليه، لانه عدد من الناس اللي ربما كاينه صعوبه في التصريح او لا صعوبه في الوصول للجمعيات او عدم القدره بعد على التصريح بالعنف، لانها كتعيش 24 ساعه 24 ساعه مع المعنف ديالها بطبيعه الحال. قبل حنا ما نفتحوا الدردشه ديالنا، غادي ننتقل عند الاستاذه نورمان من لبنان. بدايه استاذه نورمان، يعني نتمنى اولا نطمئن على الشعب اللبناني، ما هي اجواء الحجر بلبنان؟ وبعدها يعني هل فعلا تم رصد ارتفاع لنسبة حالات العنف الزوجي او العنف بصفة عامة ضد المرأة؟ مساء الخير، ومساء الخير لك المشاهدين ولضيوفك. بالنسبة للبنان، هو بدي أكد على اللي قالته أستاذي سعاد، وفي اشياء زيادة عليا. ارتفعت الأعداد، يعني قوى الأمن اللي عم بيراقب الخط الساخن اللي بيتصلوا عليه النساء المعنفات، عملوا مقارنة انه ازدادت 100% عن أذار 2019. كمان بالنسبة نحن شغلنا، كوني أنا بشتغل مع جمعيات بتساعد النساء المعنفات، عدد الحالات ازدادت تقريبا بالنسبة بس للخط الساخن للجمعية اللي أنا بشتغل فيها تقريبا 30%. والملاحظ أنه كانت التواصل النساء معنا عن طريق الكتابة أكثر من الاتصال والحكي، لأنه أكيد هي بتكون معه مع المعنف داخل البيت. في ضغوطات كتير على المرأة، ما عم تقدر تكون عم تتواصل وتطلب المعونة القضائية أو النفسية. أولا مثل ما حكيت أستاذي سعاد، وبزيد أنه عنا بلبنان في مشكلة عدم وجود مأوى. يعني إذا المرأة خرجت من بيتها لوين بدها تروح؟ ما بتقدر تروح على مطرح، يعني لا تروح على بيتها. المعنفات ما في مأوى للمعنفات، في عدد من المأوى اللي محدودة والصغيرة واللي بتخصصها عدد من الجمعيات، بس هيدا يعني لا تكفي، ما في مأوى تشرف عليها الدولة اللبنانية.
اللي هي منصوص عنا بقانون حماية النساء من العنف، بس هذا بعده ما انوجد. الشغلة الثانية كمان اللي النساء تتعرض لها بلبنان، كوننا نحن كل قوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وحضانة وإطاعة، كلها هي معلقة بالمحاكم الشرعية اللي هي بيشرف عليها قضاة من رجال دين. فبتكون كمان عملية طلب الطلاق أو النفقة شوي صعبة لإلهم، وهن بيكونوا قدام خيارين، يا أما بيبقوا مع المعنف أو بيظهروا من البيت، بس بكون في عندهم تهديد أمامهم أنه هل بدهم يخسروا يا النفقة يا أولادهم بهذا الموضوع. فمن هون كمان بكونوا بيسكتوا وبيقعدوا بالبيت. وأنا ما بقول كمان أنه هذه الأعداد أكيد في أعداد أكبر بكتير منا، من هاي النساء اللي تواصلت واللي اتصلت وبعدها مخبية، وخاصة كمان زادت أكتر بالوضع الاقتصادي المتردي جدا. ما بعرف إذا كمان سمعتوا عن الوضع الاقتصادي اللي حاصل بلبنان والإفلاس وانهيار العملة، كله هيدا عوامل، كله ضغط أدى ضغط على المرأة أنه تتحمل العنف وأنه ما تحكي كمان. نعم، يعني شكرا لك سيدة نورمان، وأكيد أنه مازال نقاشنا مستمر. غادي ننتقل عند الأستاذة عفاف الرحالي من تونس. أستاذة عفاف، بصفة عامة نود أن نطمئن على الشعب التونسي أيضا خلال هذه المرحلة الاستثنائية اللي كيعيشها العالم، وفي نفس الاتجاه بطبيعة الحال كنعرفوا بأن المرأة التونسية هي امرأة ثورية تدافع عن حقوقها، ولكن لا يتم استثناؤها من العنف. يعني هل النسبة أيضا ارتفعت لدى الشعب التونسي خلال الحج؟ شكرا أستاذة أولا على الاستضافة، وشكرا للحضور من الزميلات. أولا أنا نحب أن نشير الحاجة أن الفترة هذه المكالمات الصادرة عن النساء ضعفت مقارنة بالسنة الفارطة 7.5 مقارنة بالسنة الفارطة. والأكثر من هذا الإشكاليات اللي ما عندها المرأة تتصل باش تلقى شكون ينقذها، باش تلقى شكون يعمل لها حل. صحيح يتعيش في فترة اقتصادية خايبة والراجل كذلك وكل، أما الصيحة ولا صيحة الفزع ما هيش باش تلقى فيها حتى حل. علاش؟ على خاطر كي عملوا رقم الأخضر ذات 1899 من قبل الوزارة للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر، معناها أول حاجة هو ما يردوش، معناها اللي الوزارة كي حاطة الرقم هذا ما هيش ترد على الناس الكل، ومش الناس الكل قاعدة تتكلم. برطوه هو الرقم هذا يعمل 24 على 24 ساعة وسبع أيام على سبع أيام، معناه كامل أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة. وهذا يرجع لبرشة حاجات. أول حاجة مش مثال كل قاعدين يبلغوا على العنف اللي قاعد متسلط عليهم، لأن كما أشارت الأستاذة لولا اللي عندنا عقلية معناها المرأة حتى تتعرض للعنف تسكت من المواضيع المسكوت عنها، تخاف من الطلاق، تخاف من تبعات الشكوى هذه. فورتو معناها الدولة وفرت والجمعيات وفرت للنساء هذوما معناها أماكن تتكفل بهم للنساء المعنفات وتقدم لهم جميع الخدمات الاجتماعية من مآوي إلى غير ذلك. ورغم من هذا النساء تسكت وما تمشيش وما تبلغش، وفما نساء وصلوا حتى أنهم معناها تهديد بالقتل من قبل أزواجهم. وهناك بعض المطلقين من الرجال معناها يبدأ يطلق مرته في الفترة هذه يحب يرجع لزوجه، مش على حاجة، على خاطر هو ما عندوش وين يمشي. معناها
ضد رغبتها وضد رغبة حتى صغار. كون كذا إشكال كبير برشا قاعدين نشوفوا فيه في كامل الولاية، في كامل الولايات خاصة تونس العاصمة. نعم، يعني أستاذ عفاف ربما يعني هذا رصد أولي للظاهرة في لخسارين النموذج يعني من لبنان وتونس والمغرب. غادي ننتقل عند أستاذة مريم، وأكيد أنه غادي نوصلوا الدردشة ديالنا. أستاذة مريم، الواضح بأنه يعني لا بغينا نقولوا المشكلة عامة ماشي فقط خاصة ببلد عن آخر، ربما كل بلد وطريقة تعاملها طبيعة الحال مع الظاهرة، لكن الصوت النسائي يبقى دائما له صرخة واحدة، لا للعنف ضد المرأة، وأكيد أنه كنلقاو نفسنا أمام قهر وأمام يعني ضعف وأمام عدم قدرة على الدفاع عن عدد من النساء اللي ربما كيتمارس عليهم عنف جسدي، اقتصادي، جنسي إلى غير ذلك. قراءتك طبعا أستاذة مريم في هذه المرحلة بالضبط، خاصة وأنه عدد من النساء اللي وصلوا في هذه المرحلة القرارات ديال أنهم ينفصلوا عن أزواجهم بسبب كما كنقولوا إحنا بداريش اثنين نقير الكثير. هذاك نقير بعدا باش نطلق منه هو عنف نفسي. دونك ظاهرة العنف ضد النساء هي ظاهرة كما قلتي عالمية، ظاهرة كونية كتعرفها جميع بلدان العالم، وأكيد قد ما كانت الدولة أكثر تخلفا إلا وكانت ظاهرة العنف أكثر استفحالا، هذه مسألة معلومة. ولكن فيما يتعلق بالمملكة المغربية أو في بلد ديالنا إحنا في المغرب، كنعرفوا بأنه كانت واحد مجهودات كبيرة لمجابهة هذه الظاهرة. عندنا المندوبية السامية للتخطيط من سنة 2009 كانت دارت واحد تقرير اللي خلصت فيه بأن ظاهرة العنف كتشكل 63%، بعد 10 سنوات 2019 انخفضت نسبة 57% بعد ما صدر القانون 1303 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء. ولكن من جت القانون أو جا مرسوم القانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية، كنلاحظوا بأن نسبة العنف ارتفعت بشكل كبير، فقط ماشي من خلال الارقام اللي هي مضبوطه ما عدا بعض الجمعيات اللي قامت بعد الدراسات وبعد او انجزت بعض الارقام، منها الفيدراليه رابطه حقوق النساء اللي متواجده معنا الان، داروا مجموعه من الارقام اللي حددوا فيها واحد الحجم كبير ديال ظاهره العنف، ولا سيما منه العنف الزوجي اللي وصل ل 91.7% كما جاء في البلاغ اللي صدراته فيدراليه رابطه حقوق النساء بالمغرب. المسألة المثيرة هو أنه خصنا نعرفوا بأنه في قانون مكافحة العنف ضد النساء، القانون 113 يلقي عبء الإثبات على المرأة، وأهم وسيلة اللي غتقدر المرأة تدير بها الخطوة الأولى هي الشهادة الطبية. كيف للنساء بأن يستصدرن هذه الشواهد الطبية وهن في حالة الحجر الصحي؟ وحنا كنعلموا بأنه لوتوريزاسيون أو الرخصة التي تسمح بمغادرة البيت أو خروج الى خارج او الخروج من البيت، كاينه وثيقه واحده اللي كتعطى في الاسره، وغالبا كتكون عند رب الاسره، وبين قوسين لان ماشي رب الاسره دائما هو المعنف، لانه كاين العنف الزوجي وكاين حتى العنف الاسري اللي كيكون احيانا من الابناء او من الاخوه، ولكن اللي تيكون هذاك الشخص هو اللي عنده الحق باش يخرج. وحنا شفنا واحد الشريط اللي تبعوا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، كيف ان المراه ما عندهاش الحق حتى تغضب، ما عندهاش الحق حتى تخرج، يعني ما غاديش تقدر تهرب من العنف، وما غاديش تقدر تجيب شواهد طبيه او شهاده طبيه اللي غتثبت فيها العنف اللي تمارس عليها. ثم المساله ديال التقدم بشكاوى عبر الوسائل الالكترونيه، هي عندها مجموعه من المعيقات، وانه حتى لا كانت غتحرك هذه الشكوى من المفروض انها ما غتحرك الى ما بعد فتره الحجر، يعني حتى تكون تفاقمت الاضرار، وربما وصلنا لواحد المستوى اللي هو صعب جدا. كاين اشكال اخر اللي مرتبط بالعنف الاقتصادي، كتعرفوا جميع بانه مجموعه من النساء المطلقات اللي هما كيتسناو ينفذوا مثلا النفقه، الان كاين واحد الايقاف ديال الاجال من خلال المرسوم القانون ديال الطوارئ الصحيه، وبالتالي النساء يتعذروا عليهن حتى انهم يتمكنوا من المستحقات ديال النفقه باش ينفقوا على نفوسهم. هاد كانت كتحدث على المطلقات وعلى الابناء ديالهم اللي كيتواجدوا معاهم، وحنا في فتره ظرف اللي هو ضد الطوارئ الصحيه ما يمكنلهاش تخرج، بالتالي ما يمكنلهاش تاخذ النفقه ديالها، ما يمكنلهاش تخرج، وحتى لا كانت
في قطاع غير مهيكل او بعض القطاعات اللي كانت كتعمل فيها اللي ما كتوصلش دابا بالاجره ديالها، عندها كذلك معيق ديال كيفاش توصل بالمستحقات او بالاعانات اللي وفرتها الحكومه من اجل الخروج من هذه الازمه باقل الاضرار. بالتالي جميع انواع العنف يمكننا نشوفوها اليوم بشكل افقي، عنف نفسي، عنف جسدي، عنف جنسي وعنف اقتصادي، كنشوفهم بشكل افقي. وانا شخصيا كمحاميه لقيت الكثير من الاتصالات من نساء اللي هما موكلات عندي في المكتب، اللي ما كنتش كنتظر منهم انهم يقولوا يوم الايام بغيت نطلقوا، اليوم كتقول لي بغيت نطلق. علاش؟ لان هذاك التواجد اليومي داخل البيت، على الاقل داك الخروج ديال الزوج او الخروج ديال الابناء العمل او القضاء حوائج، كان كيجنب النساء الكثير من الحالات ديال العنف اللي برزها الحجر الصحي وبرزتها حالات الاضطهاد التي يعيشها جميع المواطنات والمواطنين في المغرب وكذلك جميع البشريه عبر العالم. نعم الى سمحتي لي، اكيد نسال الله نفعنا هذا البلاء. الى سمحتي لي غنتجه مباشره عند الاستاذه نورمان. استاذه نورمان، يعني واش هل هناك اجراءات قد تكون صارمة للتحدي لهذه الظاهرة، أم أنها قد تكون يعني في آخر الاعتبارات والتدبيرات؟ هلأ مجرد ما نوجد القانون بلبنان من 2014، صحيح كان في عدة ثغرات بهذا القانون وفي إشياء ما بالقانون ما تنفذت، إلا المجتمع المدني عم يشتغل على هيدا مع الدولة لحتى تحسينها، وعم تقدر عم نقدر نستصدر اجتهادات من القضاء تكون عم تاخذ كل الجوانب اللي تقدر تحمي المرأة، بس بعد بضل في عنا شوية ثغرات. بدي نوه شوي كمان بالقرارات اللي طلعها رئيس محكمة التمييز بلبنان بما يخص المرأة بفترة الحجر الصحي لتقدر تكون عم تاخذ حمايتها، انه اصدر قرارات انه على لما تتصل المرأة على الخط الساخن بتقدر تروح على جميع المخافر، تحول تلقائيا على المخافر، لا تقدر تكون عم تقدم الشكوى تاعيتها، وحتى إذا تعذر أنه هي تقدر توصل على المخفر يعني يكون أخذ الشكوى عن طريق السكايب أو الواتساب ليسهل هيدا الأمر ويحميها. الشغلة الثانية اللي كمان أصدرها رئيس محكمة التمييز أنه لكل قضاة العجلة اللي بيصدروا قرارات حماية أنه يقدروا يتقبلوا الطلبات قرارات الحماية عن طريق البريد الإلكتروني. هلأ لمدى قد ايه مدى فعاليتها؟ في مطارح بتكون فعالة مطرح معين، أو في لما يكون الرجل هو مخالف للقانون سواء بقرار حماية أو بدون قرار حماية بوجود القوانين، لما يوصل للمرأة حيكون عم يقدر يوصلها. هي المشكلة الكبيرة اللي عندنا، هي عدم وجود مطرح بيقدر يحمي المرأة، تلجأ له المرأة اللي هو وجود المأوى لما يقدر يوصل لها الرجل. ومثل ما كمان خبرت انه نحن قرار الحماية هو تابع للمحاكم المدنية بلبنان، ونحن المحاكم المدنية منفصلة عن المحاكم الشرعية، والمحاكم الشرعية لكل طائفة إلى محكمتها، في المحاكم الروحية للمسيحيين، في المحاكم الشرعية الجعفرية للشيعة، المحاكم السنية للسنة، المحاكم المذهبية للدروز، وكل محكمة إلى اختصاصها، إلى قوانينها، إلى اجتهادها، وفيها القوانين اللي هي جدا مشحفة للمرأة، أكيد بتتفاوت من مطرح للتاني، بس هيدي الفصل ما بين قانون الحماية والمحاكم المدنية عن المحاكم الشرعية اللي هي اللي بتقدر تاخد فيها المرأة حقوقها من طلاق ونفقة أو حضانة أو إذا طالبت مؤخرة، هيدا الأكبر عائق أمام المرأة لتقدر تاخد حقوقها كاملة. فبتلاقي قرار الحماية شوي ناقص، انه اوكي اخذنا قرار حماية من المحكمة المدنية، بس بالنهاية حقوق بالمحاكم الشرعية ما قدرت اخدها.
نعم، هنا غادي نمشيو واحد الاتجاه اخر من النقاش لاله سعاد. يعني اليوم المراه المعنفه اتصلت بمراكز الاستماع او اتصلت بالجمعيات يعني اللي كتبقى تحت التاطير ديالكم، شنو هي الخطوات اللي كتقوموا بها؟ خاصه وانه كنعرفوا باللي يعني ملي كنتكلموا على البيت كنتكلموا على حرمه، ما يمكنش انه تكون يعني اجراءات اللي هي بالقوه الى غير ذلك. فشنو كديروا؟ لانه غنتصل غادي يسمعوا ليا غادي يقدموا لي يد المساعده، ولكن انا في وسط العنف كناكل العصا كنتكرفس، شنو هو الحل؟ هلا نحن عاده سوري لا الي ولا لا مرحبا نرجع لك مدام نورمان، فقط نجاوب على هذا السؤال ونرجع لك. شكرا. اذا صحيح يعني كي قلتي استاذه ملي كتصل السيده بعدا كاين من خلال التجربه اللي خدنا يعني في هذا الاستماع للنساء عن بعد خلال هذه الفتره ديال العصيبه ديال الحجر الصحي، كاين هناك فئات من النساء، كاين فئات ديال النساء اللي فقط كتوصل لواحد الوقيته كتبغي غير شي حد اللي يستمع ليها اللي يخفف عليها، لان كما قالوا كما أكدوا الأستاذات كاملين الحاضرات أن كاين ارتفاع ديال العنف، بحيث أن حتى النساء اللي كنا كنشتغلوا معهم مثلا في تعليم الكبار ولا في الورشات القانونية إلى غير ذلك، حتى هما بدأوا كيصرحوا بالعنف. دونك ما كانوش من قبل كيصرحوا به، ولكن بدأوا كيصرحوا خلال هذه الفترة. إذن والعدة اعتبارات قالت من قبل هي الثقافة العقلية، الخوف من الطلاق، الخوف من نظرة المجتمع. إذن العديد من النساء كتكون عندهم الرغبة الأولى غير ديال الاستماع لهم، يمكن في المرة الأولى وفي الثانية من بعد من كتفاقم المسائل عاد كتولي تطلب بإجراءات كما قالت الأستاذة مريم، كاين اللي وصلت أنها بغات تطلق كاريمون في هذه الفترة. هذا الشق، الشق ديال النساء الاخريات كيتم التعامل انه كيتم استماع، كانت محتاجه المساعده يعني قانونيه كتستعين محامون والمحاميات اللي في شبكه المحاميات والمحامون اللي تابع الفيدراليه كيقدموا الاستشاره وهذا والدعم النفسي كذلك. كيجي الشق الاخر وهنا غادي نركز عليه وكنطلبوا مازال من التركيز عليه، هو في هذه الفتره العصيبه ما يمكنش نخدمه بدون تنسيق مع جميع الفاعلين المؤسساتين وغيرهم يعني في مجال مناهضة العنف. وهنا كنخص بالذكر يعني الخلايا ديال مناهضة العنف ضد النساء، وحنا يعني كنطالبوا بمزيد من ضمان الاستمرارية والتفعيل للعمل الخلايا وعمل اللجان سواء المحلية والجهوية. علاش؟ لأن كنقولوا أن هذه الخلايا وهذا اللجان هي بيدها أنها توفر للنساء الخدمات بشكل سريع، ومن طبيعة الحال تضمن لهم ذاك الحماية وتاخذ التدابير اللي نص عليها القانون 113، وخاصة كنهضروا هنا على التدابير ديال الإبعاد. بالنسبة لنا إبعاد المعنفين على الضحايا خصو يكون بشكل تلقائي، تكون من بشكل تلقائي حفاظا على السلامة ديال النساء وديال الأطفال ديالهم. كاين الإشكال ديال الإيواء وكل شيء كيتطرح كيطرحوا، دونك هنا خص يكون الإبعاد ديال المعنفين وأن البيت الزوجي يبقى للنساء والأطفال ديالهم. هذا الشق. الشق الآخر هو أن دارت عدة مجهودات يعني على مستوى المؤسسات الحكومية، منها أن يعني رئاسة النيابة العامة دارت واحد الدليل ديال جميع الأرقام ديال المحاكم والنيابات العامة إلى غير ذلك. كاين تنسيق يعني هادو من بين الحويجات اللي كنخدموا بهم هو أنه كيتم الاتصال مباشر، يعني احنا عندنا مراكز في العديد. ولكن اسمحي لي سعاد، يعني المسألة كتبقى التدخل ديالكم كيبقى محدود في الظرفية هذه من طبيعة الحال، لأن كاين الحوايج اللي كنديروها في الأيام العادية من غير الحجر ديال مصاحبة النساء في الإجراءات ديال الذهاب معهم يمكن على مستوى المحاكم إلى غير ذلك. هذه إجراءات كلها ما كيمكن لكش تديريها لأن كاين ظروف ديال الحجر الصحي أو لا كتدار في حالات معزولة، ولكن التنسيق خصو يكون أكثر يعني على الاعتبارات ديال هذا العمل عن بعد، وراه كاين يعني آليات اللي ممكن تعطي نتائج إيجابية بغض النظر على الوضعية الحالية. نعم أكيد لا سعاد، حنا مازال موسين، غنتقل عند أستاذ عفاف. أستاذ عفاف، اليوم واش كتشوف بأنه المرأة التونسية قادرة على مواجهة العنف بكل أشكاله وأنواعه، وخاصة في الظرفية الاستثنائية اللي كنعيشوها اليوم؟ شكرا أستاذة، نحب نقول لك احنا في تونس
تونس متقدمة من ناحية تشريعية في كل المجالات والحقوق اللي تهم المرأة، خاصة مع سن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء ضد العنف. القانون هذايا فيه برشة فصول معناها تحمي المرأة بطريقة كبيرة برشة، لكن في البلان براتيك ما زالت ماهيش مفعلة، معناتها ماهيش مفعلة خاصة تو نحتاجو لها جدا. مثلا جمعية النساء الديمقراطيات أشارت وإشارة نعتبرها جيدة جدا، احنا من خلال القانون هذايا أنشأت وحدات للعنف الأسري داخل قوات الأمن الداخلي، معناها داخل كل مركز في أي معتمدية أو معناتها على كامل تراب الجمهورية ثم وحدة مختصة بالعنف ضد المرأة. هذه معناها أي إشعار يجيها، معناها أي مرأة مستهدفة من زوجها بأي نوع من أنواع العنف جسدي جنس أي كان العنف، الوحدة هذه معناتها مباشرة تتصل بالوكيل الجمهورية اللي معناتها بالوقت يعين مساعد لوكيل الجمهورية باش يتخذ الإجراءات اللازمة وفورية. لكن في الفترة هذه في فترة الحجر الصحي العام اللي المحكمة مسكرة، معناها أي امرأة باش تشوف معناها الحل الروح للوضعية اللي هي فيها معناها ما هيش باش تلقى حل، معناها القانون يحميها صحيح، أما سير البلون براتيك وين القانون؟ يعني القانون التشريع كاين ولكن الواقع حاجة أخرى، خاصة مع الظرفية مع الظرف هذي بالذات. لذا الجمعية هذه بعثت برسالة معناها فورية لوزيرة المرأة للرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر باش تعلمه وتخبره باللي قاعد يصير، باش هو كل وكيل جمهورية موجود في أي معنا محكمة ابتدائية تعطيه علم بشيء يبدأ موجود مساعد معناها على عين المكان في كل وقت ينجم يحل المشاكل هذه. نعم. القانون هذي في فصل معناتها أنا نعتبره فصل جيد جدا، وهو أن يسلط عقوبة لكل عون تابع للوحدة المختصة للوحدات الوقع إنشائها ضد العنف ضد المرأة، أن في الجرائم العنف ضد المرأة أي عون يتدخل أو يتعمد ممارسة الضغط ضد الضحية هو يتعرض لمسؤولية جزائية. معناها المرأة هوني معناها ما يلزمهاش تتعرض مرتين للعنف من قبل زوجها ومن قبل العون، هني المشرع يحميها في الـ في الـ في, الـ في النقاط هذوما الزوج. كذلك حاجة الإمكانية ديال الإيواء يعني بالنسبة للنساء المعنفات أستاذ عفاف، هل هناك إمكانية في الإيواء؟ لا موجود ملاجئ إيواء وفي الظرف هذايا معناتها مثلا في تونس العاصمة ثم منطقة عاملين فيها معناها ملجأ للإيواء للنساء، النساء ثم إشكال كي يمشوا معناها اللي باش يلتجئوا للملجأ هذايا يلقوه معناتها سيم معبي بالنساء المعنفات اللي جايين قبلهم. دونك الجمعية بين الجمعية النساء الديمقراطيات وغيرها من الجمعيات المجتمع المدني الطالب الدولة والطالب خاصة وزيرة المرأة للبحث الجدي ومعنتها في تركيز مراكز إيواء أو ملاجئ لهذه النساء. نعم. إذا سمحتي لي أستاذة عفاف غنتقل عند أستاذة نورمان. أستاذة نورمان يعني من خلال الحديث ديالنا ربما تكلمنا يعني عن حرمة البيوت وصعوبة الوصول للنساء المعنفات، ماذا عن ذلك في لبنان، خاصة وأنه ثقافتنا عن لبنان وشعب لبنان أنه متحرر بما يكفي للتصدي يعني لكل أشكال العنف الممارس ربما، فكيف يتم التعامل مع هذه الظرفية من هذه الزاوية؟ بالنسبة لقانون حماية المرأة بلبنان في بتقدر المرأة لما تتصل وتكون معرضة هي للعنف بقلب البيت تتصل على الخط الساخن بحق للقطعة المتخصصة بقوى الأمن أنه تاخد قوة وتدخل إلى المنزل لو رفض المعنف
وأنه تقدر تساعد الإمرأة المعنفة لحتى تخرج من بيتها، وتقدر تطالب عدة مطالب من خلال هذا التدبير، أنه كمان بمؤازرة قوى الأمنية ترجع على بيتها تأخذ جميع أغراضها الخاصة وأغراض أولادها، تكون اللي بيخرج معها بيكون بيخرج مع أولادها أو المشمولين بحضنتها، خدمتها إذا كانت كمان تقدر تطالب أنه ممنوع يمس بكل كل مقتنيات البيت اللي هن تابعين لها أو بأغراض الشخصية أو بمستندات الشخصية كمان، أو بتقدر تطالب فيهم. في عدد كتير من المطالبات بتقدر تحصل عليها كمان، بس راحت عن بالي هلأ شوي الفكرة. الممنوع على الرجل انه اذا اخذت قرار تبقى ببيتها والقاضي طلب من الرجل انه هو يخرج لمدة 48 ساعة، وممكن كمان انه يجددها بناء على حالة القضية، انه يكون متواجد على قرب من هذا المنزل. من هذه النقطة إلى سمحتي لي أستاذة نورمان أنتقل عند أستاذة مريم. يعني أستاذة مريم، إحنا القانون بأنه يعني المرأة اللي خرجت من دارها وهي معنفة ربما كين يعني قوة القانون يمكن أن يتم إرجاعها البيت الزوجية، ولكن لم يتم إلى حدود الآن يعني استصدار ربما تشريع معين اللي كيمنع الشخص المعنف من الاقتراب من محيط المعنفة. وخير دليل على ذلك أنه كنشوفوا يعني حالات عنف عديدة في وسط المحاكم ربما لمطلقات أو في منازلهم. اليوم إحنا لا تكلمنا على هذا الجانب، هذا تكلمنا عليه بشكل عام، ولكن الخصوصية ديال الموقف اليوم ممكن أنه تعرضت السيدة أكثر للخطر، لأنه 24 ساعة مسدود علينا، ممنوع الخروج، كاين مزايدات، كاين كلام، كاين مدابزات إلى غير ذلك. مؤشر العنف في أصعب حالاته ممكن يكون مرتفع وسط الأسر اللي كتعاني من العنف. أكيد مسألة الإبعاد هي موجودة الآن في القانون، موجودة ماشي ما موجودش، وكينا هي ممكن تكون كعقوبة إضافية. يعني كان أحكام اللي كتصدر بإبعاد الضحية أو إبعاد الجاني عن ضحيته المعنفة. الإشكال ليس في القانون وحده، وهذه مسألة دائما أثيرها معك سكينة. القانون واش هو الغاية أو هو الوسيلة؟ هذا هو السؤال المحوري. إذا رجعنا البلاغ ديال الأمين العام للأمم المتحدة اللي حط فيه الحكومات على وضع خطط لمنع العنف وجبر الضرر، خطط حكومية، لما كانت تحدثوا احنا كان احيانا كنلقاو نفوسنا دائما نتمحور حول القانون وكأن القانون هو الغاية. الغاية هو مجابهة ظاهرة اجتماعية خطيرة اسمها ظاهرة العنف ضد النساء، كظاهرة اجتماعية من بين الظواهر المختلفة التي تعرفها المجتمعات اللي كانت تحدثوا عليها في علم الاجتماع. والقانون هو وسيلة من بين مجموعة من الوسائل الاخرى لمكافحة هذه الظاهرة. التركيز فقط على القانون وتجويده وتحسينه وتضمينه مجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية لتوفير سبل الانتصاف للضحايا أو ضحايا العنف ضد النساء على وجه الخصوص هو أمر مهم ومحوري ورئيسي، ولكن ليس الوحيد. يعني ما كانش خطط حكومية اللي كتعمل على تأهيل النساء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ولما كانش هناك خطط كذلك على مستوى الإعلام وعلى مستوى التعليم من أجل الرقي بالعقليات المضطهدة، لأنه حتى الرجال اللي كيعرضوا النساء للعنف غالبا ما كيكونوا ضحايا أنفسهم، ضحايا عدم تمكينهم من بعض الوسائل ديال التنمية البشرية باش يعرف بأنه معنيف. لأن الخطير هو أنه بعض الحالات حتى المعنيف لا يدرك بأنه يمارس العنف أو يمارس الجريمة، اعتاد على أنها أمر عادي، أمر أو جزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي اللي تربى عليه في عقلية ذكورية سائدة داخل المجتمعات ولا سيما منها العربية أو المتخلفة. أنا بين قوسين، لأنه كاين تطور ملحوظ على المستوى بعد المملكة المغربية، هناك تطور ملحوظ ما يمكنناش نكروه، ولكن المجهودات ليست بالتوازي المطلوب، وبالتالي التركيز فقط على القانون حتى من طرف الجمعيات، أنا كنقول القطاع الحكومي والقطاعات الغير الحكومية أو المؤسسات الغير الحكومية، كيكون واحد التركيز على القانون وحده
ومن بعد دابا ولا عندنا واحد النقاش اللي هو جميل ومستحب هو انه كان ناقشوا الاجراءات وهذه مساله مهمه جدا لانه القانون بدون اجراء لا يساوي شيء ولكن خصنا نتحدثوا على الخطط والاستراتيجيات والبرامج الموازيه من اجل تصدي لهذه الظاهره. اليوم النساء كاين النساء اللي كيطردوا من البيت الزوجيه في حاله الحجر الصحي اين ستذهب بدون رخصه تنقل استثنائيه؟ هناك منع التنقل ما بين المدن، مراكز الإيواء المتخصصة هي مراكز قليلة وغير معروفة، يعني ضروري أنها تمشي عند وسيط اللي هو الجمعية اللي غتساعدها. اليوم غير باش تمشي عند الجمعية عندها مشكل، عاد باش تلقى مركز الإيواء أو تنقل من مدينة إلى أخرى هناك مشكل آخر. ثم على المستوى الاحترازي أو الاحتياط، لأنه حتى مركز الإيواء مسألة التعقيم، مسألة الحد من انتشار الوباء، المسألة الحد من العدوى، لأنه اليوم الحكومات كاملة يعني في جميع دول العالم تعطي الأولوية للمصلحة العامة فيما يجدر الحق في الصحة، يعني كتسبق هذه المسألة اليوم لأنها مسألة انتقالية أكيد وأنها غتكون محدودة من حيث الزمن كتسبق على باقي الحقوق. ولكن ما نخشاه ونخافه هو أنه بعد ما انتهي فترة الحجر الصحي نلقاو عدد القضايا أمام المحكمة في ارتفاع مهول وخطير واللي غتسبب في شتات الاسر او لقاو جرائم من قبيل العنف الجنسي والجسدي اللي تقدر توصل حتى للقتل. وهذا الشيء راه مرشح الكثير من 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 لان كاين مدمنين، كاين مدمنين اليوم ما ماشي خرش يعني ما كيتوفرش على المسائل اللي هو كيطلبها باش يتعايش بشكل يومي. مدمن الاخ او الابن او الاب مدمن كيتواجد عندك بالبيت، الا كانت في اهل الشارع كتكون حتى عدد السكان كثار واحد المساحه ضيقه، اشنو غادي ينتج هذا الشيء؟ حتى لما كانوش كيعيشوا العنف اليوم في الحجر الصحي غادي يعيشوه. حتى المراه اللي عمرها ما تحدثت على العنف لان ربما الابتعاد ديال الزوج او ديال الابن او ديال الاخ ديالها كانت توفروا الظروف لانهم تيخرجوا كيقيلوا في العمل او كيقيلوا في المقاهي، اليوم راهم في قلب الدار وبالتالي مرشح انه غادي تكون قضايا كثيره في المحاكم بعد الحجر الصحي كلها او نسبه كبيره منها تتعلق بقضايا العنف ضد النساء. صراحه النقاش رائع جدا برفقتكم سيداتي، ولكن وقت البرنامج للاسف يعني تجاوزناه. غادي نطلب منكم جميعا بطبيعه الحال، ونبدا بك مريم، رسالتك لنساء العالم في جمله او جملتين تفضلي. رسالتي لكل نساء العالم: التخلص من عقليه الذكوريه في انفسهن اولا، لأن هذه مسألة تؤهل جميع النساء من أجل الاتحاد القوي لمجابهة الظلم والقهر والاضطهاد اللي كتعاني منه جميع نساء العالم. شكرا لك. غادي نتج مباشرة عند الأستاذة نورمان، رسالتك للنساء في العالم اللي ربما يتابعوا هذا البرنامج هذا. أنا بقول لهم أنه كل مرأة قوية وبتضل قوية وما تخاف من شيء، ومثل ما قالت الأستاذة كمان مريم، هني يتخلصوا من العقلية الذكورية. نحن بلبنان منقول أنه عدو المرأة هي المرأة، كوني قوية وكوني حد المرأة. أستاذة عفاف، رسالتك لنساء العالم. أنا كمحامية ما نتصورش راجل أو امرأة ما ينددش بالعنف ضد المرأة كسوا لفظي ولا مادي، مهما كان لونها أو عرقها أو دينها أو انتمائها السياسي. دونك مدام المبادئ لا تتجزأ، نحن ننتفض بشراسة وندين ونتشكى في قلعة المحاماة ضد كل السلوكيات مهما كانت هذه السلوكيات الحيوانية الغريزية التي تخفي في الواقع كبتا يتابعه منذ الصغر لم يقدر على التخلص منه هذا الرجل. دونك أنا شخصيا نتمسك بالمبادئ السامية في كل لحظة ضد كل العنف المسلط على المرأة. المرأة هي أخت، هي زوجة، هي بنت. دونك والفترة دي فترة صغيرة وتزول، ما هيش دايمة. دونك شوية صبر والأمور كلها قدرة ربي تمشي على خير. شكرا لك أستاذة سعاد. ختاما يعني رسالتك لنساء العالم، وأيضا طريقة اللي يمكن يتواصلوا بها النساء المعنفات مع الجمعيات بطبيعة الحال.
إذن أنا كنقول النساء بشكل عام والنساء المغربيات بشكل خاص أنهم ما يسكتوش على العنف، أنهم يصرحوا به، أن العنف هو انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية ديال النساء، أنه قبل هو انتهاك الحقوق ديالها، انتهاك حقها في السلامة الجسدية والنفسية إلى غير ذلك. إذن ما نسكتوش على العنف، نبلغوا عليه. كاين عدة أرقام اللي وضعوها جمعيات وتوضعات على من طرف المؤسسات العمومية كذلك. إذن الحل دائما يكون ما نوقفوش وما نسكتوش على العنف. أنا ما غنقولش المرأة عدوة المرأة، ولا المرأة هي كتعيش واحد الضغوطات في واحد المجتمع ذكوري أبوي كيتم الإن، يمكن هي كتساهم في إعادة الإنتاج دياله لأن هي اللي كتربي وهي اللي عندها الدور ديال التربية، ولكن كنقول أن النساء قويات وقادين يخرجوا من الحلقة وقادين يكسروا دائرة العنف بالعزيمة ومطبيعة الحال بالدعم ديال المحيط ديالهم وديال الجمعيات ويعني وجميع القوى اللي كتآمن بالحقوق الإنسانية للنساء. أستاذة سعاد بن مسعود منسقة شبكة فيدرالية الرابطات حقوق النساء، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم للاختك، شكرا لك. أستاذة مريم جمال إدريسي محامية وفاعلة حقوقية، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم. أستاذة نورمان شكرا لك. أستاذة نورمان حلاوي محامية من لبنان، شكرا لك على حضورك معنا اليوم، تشرفنا بك. أستاذة عفاف الرحالي محامية من تونس، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم. شكرا لكم سيداتي على إغناء هذا النقاش، ونلتقي في فرصة قريبة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا ومتابعينا، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. أعود وألقاكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا، أملنا أنه تغير بزاف ديال الحوايج اللي كتقهر النساء في العالم، من ضمنها ربما هاد الصور من صور العنف اللي كتمارس عليها واللي ما كتقدرش تهز الراس. اليوم بصوت أربع نساء طبيعة الحال كنقول لك ما تحنيش راسك، خلي راسك الفوق، انت قوية وتقدري تكوني قوية وتقدري تواجهي العنف كيف ما كان، اقتصادي، جيسي، جسدي، كيف ما كان شكل الانواع او الشكل ولا النوع ديال العنف اللي انت كتعرضي ليه، انت قادره انك تواجهيه. شكرا لكم، تهلاو فراسكم، اعود والقاكم في عدد جديد، والى اللقاء.